طب استعرض مع حضراتكم الماتشات المتبقيه ونشوف قد ايه هي مباريات صعبه، يعني انت بتواجه فيها او في اغلب الاوقات فرق سواء من حيث التاريخ تقدر تقول عليه واحد من دربيات الكره المصريه، من حيث المنافسه على البطوله هتلاقي في ماتش كمان لبيراميدز، من حيث النتائج السنه دي كلها فرق تقريبا عامله نتائج كويسه جدا، ومنهم طبعا زاد الحصان الاسود للبطوله. بدايه ان شاء الله من يوم الثلاث المواجهه هتكون طبعا مع مودرن سبورت يوم 16 الثلاث اللي هو بعد بكره ان شاء الله، بعدها على طول هيكون عندنا، انا بكلمكم بس على مشوار الدوري استثني من ده مباريات الكاس، بعد مباراه مودرن هيكون عندنا ان شاء الله يوم 22 يوليو المواجهه الثانيه، مواجهه الدور الثاني مع بيراميدز، وهي المواجهه اللي هتحدد بشكل كبير شكل واتجاه لقب البطوله. نتمنى فوز فيها النادي الاهلي لان يريح الاهلي ويبعد بيراميدز عن المنافسه ويسهل المشوار ويقلل الضغط على الاهلي ان شاء الله فيما تبقى من مباريات. بعد محطه بيراميدز هيتبقى 8 مباريات. 29 يوليو مباراه الاهلي، او 26 يوليو الاول مباراه الاهلي والمصري، ويوم 29 الاهلي هيلعب مع سيراميكا. طبعا المصري وسيراميكا من الفرقتين اللي عاملين سيزون كويس جدا على مستوى السكواد او الاجهزه الفنيه، كابتن ايمن رمادي كابتن علي ماهر عاملين شغل كويس جدا مع الفرقتين، والفرقتين بلغه الكره فرقتين رزلين، يعني قدام الاهلي بيلعبوا جيم كبير جدا. ثم الاهلي هيواجه في 1 اغسطس فريق البنك الاهلي، والبنك استفاق، يمكن بدايه الموسم بالنسبه له كانت بدايه متعثره، كتير من الاخفاقات على الرغم ان كان في رهان كبير جدا على سكواد البنك الاهلي السنه دي، لكنه تعثر في البدايات ولكن استعاد التوازن مع اقتراب البطوله من نهايه مشوارها. بعد البنك الاهلي يوم 4 اغسطس الاهلي والمقاولون العرب، ثم يوم 8 اغسطس سموحه في مواجهه الاهلي، وسموحه والمقاولين برضو من الفرق اللي بتقدم قدام النادي الاهلي مباريات كبيره جدا. يعني دايما بقول انا لو بشوف انا بتابع طبعا ماتشات الاهلي كلها وبعض مباريات الدوري خصوصا اللي ممكن يبقى فيها كره حلوه، الفرق لو بتلعب قدام الاهلي زي ما بتلعب كل ماتشاتها في بقيه الموسم البطوله دي تبقى ضرب نار. بعد سموحه الاهلي ان شاء الله يوم 11 هيكون عنده زد حصان الاسود في البطوله، ثم الاهلي وامبي، وامبي ايضا يعتبر من كبار النسخه دي في البطوله، ونختم مشوارنا باذن الله متواجين بلقب البطوله بطوله الدوري امام مودرن سبورت يوم 17 اغسطس. ماتشات كلها صعبه، يعني صعب انك انت تقول في ماتش فيهم في المتناول، حتى المقاولين العرب اللي يمكن يعني بيصارع وداخل في دايره الصراع على الهبوط هيكون انا متاكد مباراه صعبه جدا، والفرقه اللي داخله في دايره الهروب من يعني من وداع الدوري الممتاز بتقدم يعني اقصى ما عندها، خصوصا لما تكون محتاجه قدام نادي زي النادي الاهلي نقطه او تطمع في 3 نقاط، وليه لا تفرق معاهم كتير. فماتشاتنا كلها صعبه، وبالمناسبة يعني زي ما راهنت على الحضور الجماهيري لجماهير الأهلي في مباراة بيراميدز، أتمنى وأراهن بشكل كبير دوركم كبير جدا جدا في العشر ماتشات اللي انتوا شفتوهم سواء على أرضنا أو خارج الأرض. مباراة بيراميدز هتبقى في الدفاع الجوي.